لا لا جميل. فيه الشباب في الإعداد يقولون عندنا حاطين مسابقة خفيفة، هي هذه فردية غير حقة الشعر. فايزين صقر قريش فايزين. لا لا ما تم، لا في فايزين بعد. لا وجمعنا بعد الشيخ محمد هذا تسنه ولا وقعوا النادي مع ايه لاعب جديد. ايه لا مو بلاعب جديد، اجنبي. اجنبي تشليح وش لا والله ايه. لا تلقى فيه مثل سالفة الشيخ، تلقى فيه ركبة، تلقى فيه بس انه اجودي الشيخ مو لا هذه مي بالشعر، الشعر اذا مدانا سويناها. هذه الشباب يقولون كل طلبات وفيها احيانا محرجة واحيانا زينة، فبنبدا تبون نبدا بمن؟ ابو عائض علي الاكبر. قلت سبير السبير مره كبر كبر. خذ واحد بس بشرط انك تقراها وتنفذ اللي فيها يا ابو عائض. يا ابوي بسم الله على اليمين. يا الله يا رب انك تجعلها ان شاء الله. بسم الله بسم الله. لا قلب قلب فيها ويمكن يجي فيها قروش. صحيح. اي وفيها تذكره يمكن لمن انس راعيه العسل. الله اي ولو جازت لك وفيها جازت العسل العسل وجايب عسل يا ابو نايف ما شاء الله اليوم. لا لا الشغل اليوم حامي مره من عندهم مناس. هذه وحده في وش قالها سرايفو. في سرايفو ما شاء الله على 30 كيلو سم. والله صعبه افا. يقول بدون كلام اشرح المثل بدون صوت. انا ما نبقى عندنا المثل. إيه لا تقول مثلي إيه؟ وعلينا كلنا ان نفهمه. اي وانتم تفهمونه انت بالحركات وانا الحين اسكت لا تكلم ابدا. الحين لغه الاشاره عندك واحد اثنين ابدا يلا. اول شيء ابو عايض كم كلمه هي واحده ولا لا 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 تحكي لا تحكي اشر اشر بس اشر واحده ولا ثنتين. لا انت الحين لا تكلم كلمه ولا كلمتين. لا جمله. لا 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 قطوعه. لا انت اشر قل كلمه كلمتين كذا بالحركات بس الحين الثم اسكت خلاص. اي كلمه انا عرفت الحين. لا الكلام لا تكلم قبل ما يقولها اربع كلمات. لا 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 تكلم ابو عود. لا الحين ما في الا كذا. اي بسم الله واحد اثنين ابدا. اربع كلمات. طير يا طير كل يشبع. كل طير يشبع من قارة. طير يشبع من قارة. لا ما طار طائر وارتفع إلا كما طار وقع. أكل أبو نايف ترى راسك صاحي عطنا كل وكل غيرك أبو محمد. شوف شوف ما تشوف لا 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 تكلم لا تكلم. لا ما نتكلم بعيد. طير. لا أنت لين قلنا طير هزت برقبك صح. طيب طير جيبوا الأمثال اللي فيها طير. أكل أكل جلس طار وشبع. تغدو خماصا وتعود بطانة. والله إيه عرف الطيور على أشكالها تقع. أنت معي. لا لا تحتي لا تحتي أبو محمد أبو معايض ما تحتي إشر قل إيه ولا لا. لا أبو عمر قصدي هم معي والله ما لا لا أنت بالحالك. هذه تونا بدينا يبينا نجيب مثال يشابه الكلام ولا نسمع. لا تجيبه هو طارت. إيش قالوا عنز لو طارت. لا لو قال عنز كان مثل عنز. هو يقول وحين يقول طير. شوف شوف الزبدة وين. ايه اكل كل ياكل من منقارة يا شيخ. هذه كذا اكل وشبع وطار. ايه لا عرفتها. ايه ترى يطالع يا شيخ مشهور. مثل لا ترى يطالع. خل عنك قرا علينا وما قرا علينا بس انه يطالع. والله واضح قرا ولا ما قرا. ايوه قرا علينا نزل اكل شبع طار. أي وضح شيء في شبع. شيء في شبع. لا وضح وضح في التمثيل. دقيقة دقيقة ترى المقدم يصلح انه يشوف. دقيقة شوف شرحي صح ولا بس. ايه لا لا ممتاز. ايه لا لا صح. انتوا اللي ما انتوا طيب تصدق مثل شاير. ايه ما يخالف واحد من الاربع شبع. ايه ايه كلمة شبع. ايه اكل لحظة لحظة شوي. الهاشتاج تقول طارت الطيور برزاقها. لا انت في وحدة ما عرفت تمثلها اللي هي الأخيرة. علا قول كذا مع السلامة. شو صدق ان الصعب يصلح نجيبها في محل ثاني. اقول في الذكاء. اصبر لا في وحدة ترى
واحدة من الأربع كلمات عبد الله شبه. محمد نسمعه. طير انطار ما له ريش ولا منقار صح؟ لا 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 كلمة فيها شبع. سلامات. طيب نخليه لكن جد جد السؤال في الإعداد بيض الله وجهكم. هو فيه شبع، فيه شبع وفيه طير. طير وهو قاله وصف قال كذا بيده. ها كذا بيده أشوف أخلاع أسمع لحظة لحظة ها أكل طير يشبع من قاله. تانك بتأكل عندنا ولا مع السلامة يعني حولها إيه أنا حولها حولها بس عكس المعنى مو بمع السلامة. صدق مثل شايع محمد ما عرفته مثل شايع تصدق؟ لا أنا والله أول مرة أسمعه يا شيخ مو بأول مرة يعني مو بشايع يعني الناس يقولون خصوصا خلوا على جنب خلوا على جنب خلوا على جنب وخلنا نشوف خلنا واحدة يمين واحدة يسار. ها أبو محمد خذ واحد بسم الله هديك أبو عاد راح تكلم لا تعلم لا تعلم أبو عايض لا تعلم جبت لنا أصعب واحد تحت مشكلة أبو عمر وأبو عمر أغليهم أبو نايف و لا هذول ما بعد صاروا الحين في فرقة يقول أبو عايض الحين في المساجلة راح تحفر في ذا القارورة لين جبت لنا أصعب واحد ما عرفناه ما رجع مساهل أنت 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 توريه أقرأ لك بسم الله شيخ خافا يقرأ يقول عطنا طريقة صنع البازلة الفرنسية الشيخ دائما في باريس وعند برج إيفل ما يحتاج وشون تصلح البازلة يلا والله أحسن الصراحة والله وش يعني وش ظنك شون تسوى بازلة حط معها ايش لا بازلة صلصة مو بيتزا لا لا هو اللعبة كذا انك انت يا الانسان ليجك طلب لازم تقراه وتطبقه ابو اسرائي سرايف هو اللي بيعلم اي نعم يحولها على يحول على ابو محمد يصلح التحويل يا جماعة الخير مساعد الصديق بعد ابو محمد لا بس سواء هذا واضح يعني كيف سوى يعني يبيك يبي كل واحد يعرف له عطنا عطنا ابو محمد طيب البازلة طبعا هو احد منتجات البقوليات مثل الحمص والفول وال لا تشرح لا تشرح علمنا كيف تسوي البزالة البزالة كالتالي قدر ايه فيه راس بصل صلصة فيه طماط تقص راس بصل فيه فيه طماط فيه بهارات الباقي له البزاليا تفتح العلبة وتصب عليه بس هذا يقولون السعودية هم يبون فرنسية عيال بن خيخي هذه عاد السعودية نفس الفرنسية نفس الفرنسية طيب وعليكم بالشفاء والعافية عطى ابن نويشر طيب ابن نويشر بسم الله انا ودي اقول المثل الاول حلو والله زين بيجيك بنجيك اللي حطوه للهاشتاج اقول المثال خلنا نشوف المثال وشي من تعشى يتمشى لا في طير في طير طير هو مثله صح طير طير وشبع اقراه انت وطار ما شاء الله 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 يقول عندك اشتاق يقول ما ودي ازيد المواويل وموال قاعد امسح وجهي اسمعوا خلونا نسمع رأي يقول عندك 15 سهم في مشروع كفالة الأسرة التابعة لجمعية البر بمدينة المنورة اهدها للأشخاص بأسمائهم مع بيان لماذا اهديتهم احسنت 15 سهم طيب بسرعة اولا ابو عبد الرحمن واحد ايضا الله وجهك جزاك الله خير ابو عايد ما ايضا ثالث ابو محمد الرابع ابو عمر الخامس ابو محمد والسادس ابو وانت لا تنسى عمرك السابع والسابع السابع انا يلا بقى بعد سبعه يلا للوالدين للوالدين ثمانية تسعة للزوجة والاهل زوجة الاهل والاخوان ايه والخوات بيض الله وجهك يلا ناخذ الثاني بيض الله وجهك ما شاء الله خلينا يومنا قريب من ابو نايف وابو سعد بسم الله اهم شيء ابو سعد تيسر الى الان نسمع في الهاشتاج اللي هو تمثيل ابو عايض ولو ما جبتوه دليل بتنقص على ابو عايض 6 درجات ايه يقول عطنا يقول عطنا فائدة أو معلومة لا فائدة منها التدخين إيه إيه تبيها إيه طيب تجي تأكل عندي قال عندي لا أخاف يجيني شيء تجيني حقطة ولا تجيني شيء فك غنيمة من يوم قلت تبيها صدق هذه فائدة ما في فائدة منها يقول طلعنا للبر ومعنا 5 بنادق
ثنتين خربانات وثلاث ما ترمي. اللي ما ترمي شدينا بها 15 طيور، 5 انطاروا وخمسة ما شديناهم. اللي ما شديناهم عزمنا عليهم 3 رجاجيل، 2 عميان وواحد ما هو بيشوف. هم يبون سباحين يعني. يبون سباحين. طيب عند ابو عمر بسم الله نشوف الطلب ونشوف وش وشان ينفذه. يا الله يا رب انه صعب. والله انه صعب. يقول مجخر كلمة من اللهجات السعودية، ماذا تعني وأين وكيف تستخدم؟ وشلون؟ مجخر. 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 خرا. من الجخر. مجخر. مجخر. إيه مجخر. كلمة من اللهجات السعودية. خرج ممكن. مجخر. 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 جخر. من اللهجات السعودية، ماذا تعني وأين وكيف تستخدم؟ أبو محمد ما تعرف هذه؟ مين في الشمال؟ جخر. جخر. والله تسنها زد مرت علينا. وش وش معناها؟ أنت اللي حتمو بنا. سؤال أنا وجهه لكم. لا لا لا، سؤال تقرأه وتجاوبه. أنا ألعب علينا. إيه. ليش يعني أبو عايد يقرأها وي؟ لا أبو عايد يمثله. هو قال له مثله. أبو عايد ليش؟ إيه مثله بس ما لقى ناس نصاحين يجاوبون. طيب جيب لنا ناس نصاحين. أنت جاوب يلا. مجخر والله ما أدري. مجخر واضحة منها. مجحد. حفرة في جبل. أي وحولها. ولا لا ولا يا شباب. مجخر. هل اللي جايب هذا جخر؟ تعرف أن قالوا جخر. جخر أعرفه. مجخر أخوه الجخر. مزبن يعني. مزبن يعني مجخر. طيب من اللي متى تستخدم؟ لين قلبه. جاء مطر في ليل وانت. إيه. دورونا مجخر. إذا سكنتها الحيوان. صح يا شباب. وين اللي يستخدمونه فيه؟ وكيف يستخدمونها؟ والله أنا أقول تسكنها الحيوانات. إيه. يا أما وحوش. يمكن سلاب. صدق. سلاب. إيه. ذيب. ممكن إناء. جخر. أو إناء ممكن إناء. جخر. يعني جخر. جخر. مجخر. ضب. إيه. وش يا شباب؟ هذا جحر. 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 رضب. ممكن يكون إناء مجخر، إناء سمن، والله إناء حفظ شيء، والله ممكن يكون. أبو نايف. والله ما ادري. مجخر معناها انه شيء تدخل جحر تحتري الموت فيه، كانه قحط ولا شيء. ايه من القحط من هذا. وانت في الزراعه هذا الحين. ايه وش المفروض انك انت اللي تجيبه. طيب ننتظر الحل وناخذ بعد كذلك من الهاشتاج. صار عندنا واجبين في الهاشتاج. النقطه دخلت بالغلط. مجحر. جخر. ايه. المفروض انه بدون نقطه. حطوا النقطه غلط. هو مجحر. المشكلة اللي حطها راح. شيل النقطة اللي فوق وحطها تحت. اي وش المجخر ذا؟ بسم الله. اداري انه حاسوا شوي الجماعة. يقول الهاشتاج صار عندنا واجبين في الهاشتاج. هذا واحد ندق على طول بيجاوب. ده واحد ندق حريص ذا. ايوه. هدى تقول المجخر هو اللي ملابسه متسخة. صحيح؟ ما شاء الله. اه صحيح؟ ما شاء الله عليك. الأخت هدى تقول كلمة مجخر يعني مو من جخر. طيب وين تستخدم فيه؟ في أي شباب كانهم قالوا في أي منطقة تستخدم؟ متى تقال؟ عند أي أهل؟ طيب للهاشتاج مع اللغز. اللغز أنا بقرب. يقول إيه سحبنا من عند أبوه. يقول قريب من هبو عايض قريب منه، مثل اللي يقول ايش؟ شبع طيرك لا يروح بعيد. لا لا يروح بعيد. لا اي فيها سجع. غادي لا يروح الغيرك. الغيرك. شبع طيرك لا يدور غيرك. الله. هو تمثيله صح انه طير. ايوه. وشبعه لا يروح لغيرك. ما اعرف هذا قليل. انا قليل استخدامه. سمعته مره ومرتين بس. انه والله مثلا انه زين. حلو جميل. يعني مثلا راعي واحد عنده راعي زين ولا عامل زين جيد. صح. بعض الناس قال يبخل عليه بحيث انه يجي من يطمعه وياخذ العامل منه خاصه يعني. صح ايوه. طيب هذا يقول المجخر هي لهجه من لهجات اهل نجران. أيه. ونسلم عليهم. نبي أحد يأكدها لنا، لكن خلونا نشوف أبو حمد وش الطلب الأخير اللي عنده. أبو محمد. أبو محمد عفوا.
يقول اطنيان 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 كلمة من لهجات اهل حائل الكرماء. طنيان طنيان مش طن... طنيان ايه مش طنيان طافنان طنيان ايه هذا عند ابو محمد. وش السؤال وشو؟ يقول ماذا تعني؟ طنيان طيب ابو محمد جاوب جاوب انا ما انا مجاوب الا والله لما يشوف انسان يا طويل العمر يعني عليه علامه ازعل يقول طنيان ليش زعلان؟ زعلان اي طنيان 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 مكتوب لذلك جابت لقب الطناير شمر اي هذه فيها الموضوع هذه يقول انها صاير يا طويل العمر مستفزعين بهم ناس مع ناس هم كلهم شمر ومستفزعين بهم ويوم جو نزلوا عليهم يا طويل العمر يبون يسووا لهم سووا لهم مو يبون يسووا سووا لهم كرامه ودوا دوها الكرامة يما ويرجعوها قالوا ما ناكل حنا أيوة. ما حنا جايين بناكل أيوة حنا جايين فزاعين لكم قالوا هذول الطنايا طنايا يعني زعلاني أيوة. أي هذه طنايا زعلانين ولا فزاعي هو فزاع هو ما يبي ياكل طنيان يعني زعلان أيوة. يبغى يفزع فزاع هو يبغى يفعل فزاع. يبغى يفعل إيه مش ناخذ فمعنى الطنيان زعلان زعلان أي جميل هذه ما شاء الله عليك انت جبته جاب ابو محمد ما شاء الله ادعو بسلامتك ابو محمد سم. لازم تسحب انا بعد لا المقدم ما ما في لا فرق بين طيب هذه خلصنا بسم الله هذه خلصنا منها يا الله يا رب يقول ضاع مسابقة شعرية بين أيوة. الفريقين ايه اشبلاك كلمة من اللهجات السعودية ماذا تعني وأين وكيف تستخدم اشبلاك يعني وش صار فيك وش حالك ايه لا وش جايك وش جايك وش غير سلامات وش غيرك علينا يا يا كحيل العين ايه وش رايك ايه زي يوم صيفت وش بلاك وش بلاك ايه تستخدم لنا في الخرج نستخدمها وش بلاك كذا لازم تمدها كذا ايه من اللي موجودين كل السعوديين يستخدمون وش كلهم كل السعوديين الا بس اللي كاتبين هنا ايش بلاك تستخدمونها يا شيخ كلنا ايش بلاك وش بلاك هل الحجاز احد يسمى يدري عنهم ما يستخدمه هو وش البلع جاوبت ولا ما جاوبت جاوبت صح صح طيب خلنا ناخذ اذا مسجلتين خفيفه ايه قلت 100 مره سهل ناخذ مساجله بين صقور ايش قريش صقور قريش صقور قريش وصقور العرب الارض ما شاء الله بناخذ بشكل سريع احنا في خرائط الله يستر بنبدا مع ابو فريق ابو عايض بسم الله من يعطينا اول بيت يلا ابو عايض ابو عايض عربي عربي فصحى بالنبطي بالاي شيء يقول ألا هل مبلغ الحسناء أن حليلها بغيسان إيه؟ يسقى بماء وحنتمي أقول أي شيء يقول يعني إيه؟ 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 أنت أول واحد ثم يأخذون آخر البيت عمر قال صقر قريش و قال صقور العرب صقور الأرض لا أنا طالبه من الجماعة بس هذا أبو عمر جاه الله خير من فوضيني الله الله إيه؟ فوضيني مرة أبشر بس سعد جيب شيء صعب كفو خل قافلته لا يصير شيء مهو بمضبوط خف الله في رضاه المرء يعرف في الأنام بفعله سلام وخصائل المرء والكريم كأصله الله بس اصبر على حلو الزمان ومره واعلم بأن الله بالغ أمره لا تستعيب فتستعاب وربما إن قال شيء قيل فيه بمثله بمثله ها ما شاء الله 100 درجة 100 صقر قريش 100 يستاهلون صقور الأرض ها ها أبو محمد أبشر والله أبشر والله يقول الشريف أيه؟ الحر مثلك يستحي يصحى وديك أيوة. لا لا ها ها تبدأ لازم محبوب. تبدأ بحرف الهاء بها بها ها هلابك ها هلابك هلا باللي له الخاطر يهلي الله الله هلا باللي له الخافت يهلي يهلي كملها ما أدري ما أدري هلا باللي له الخافت يهلي 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 مية يهلي أنت أحسن ليتك مدرسني يا تفضلوا يا
يا كلكم يا طير يلي يا أيها الرجل يا طير أيوة. يلي ممتازة يا أيها هلا لنفسك كان لدى التعليم يا سلام الله آخر البيئة وش الكلمة تعليم ميم مية ما أدري ميم لازم يبدأ البيت بميم مالي وللنجم يرعاني وأرعاه الله أكبر أمسى كلانا يخاف الغمضة جفناه الله وش الحرف ها ناهو إيه إيه مية ميتين ميتين ما شاء الله إلى الآن صقور الأرض تمام وصقر قريش تمامين بعد ابدوا لا كله اللي يوصل 500 هو الفايز قلنا تمام واحد انه وياهم سوا سوا والله عندي عند ابو عايض مأجل علينا عند ابو عايض يلا عندك وشو حرف ايش؟ ها لو نبطي ترى لو ها 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 بشرط انه ما عيد يا سيف الذرعان ماني مرجوج ها 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 يبدا بحرف الهاء تبدا بالهاء ها هاكم قصيدي هاكم ما معي واعذروني في القصور الله هاكم ما معي واعذروني في القصور ودي بشي يوم اقوله لكم يوفيني وفا الله وفا الله همزه الف ميه وفا الف الف وفا اي وفا والله الف الف خلينا نغير الف الف ولف من حلا ملاحلي بيوت بين الشعبي ألف ولف من حلا ما لاحلي بيوت بين الفاهمين أرباح أرباح حاء 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 مية ثلاثمية ثلاثمية بقى جولتين وننتهي بسم الله يلا رحمن. يبدأ بحرف الحاء تراهم يتأخرون شوي ملاحظ 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 نقص سوى 80-70 كرت أصفر عندي اي طيب مو عندكم على الثلاثه اللي لا عندك احنا نعرف احنا مفضلينك راحت 50 شوف متعنقطين في الونيت لكن عسى الله لا راحت 50 طيب ان عندنا هذول نبي نقص عليهم ما يجاوب الا ابو عايض حي الكلام اللي يبرد لهيب الجعش حي الكلام اللي يبرد لهيب الجعش الله حتى لو ان اللي يقوله عدو لك عدو لك كاف عدو 100 هنا عليهم ملاحظة لأن ما يشارك إلا أبو عايض ينخصم عليكم أبو عمر ترى عليكم خصم شوي لأن ما يجابوا أبو عايض أنتم ساكتين كبر كبر هو الأكبر والجماعة هي منوعين ما عندهم إلا أبوه لا لا قال شيء حرام عليك قال أبو حمد يلا طيب حرف الكاف كريم يا بارق كريم يا بارق ترى لاح 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 كريم يا بارق على لاح احنا قاعد نتعلمهم كريم يا بارق سرى سرى على شو يقول ما ادري شو يقول هذا عنده مشكله يجيب البيت ولا يكمله بعد هذا مشكله اي لان المخزون هذا قديم يلا عطنا كريم يا بارق سرى سرى محلى وزيم الرعد اي في هنات المزرعة والله انه شوف ابو عبد الرحمن عليك ينقص 80 لا يا ابو لا 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 مش كذا لا لا مرتين انا مشي لا لا ابو ابو عبد الرحمن اخر جوله وش اخر البيت كريم يا بارق يا كنت تجيب الله يحييك ولا تكمله اي ها محلى رزيم الرعد فيه 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 ايه ايه فيه ايه يعني الحين جبتها كامله الحين عطني 100 يا اخي 90 علشانك لغيته الحكم لا لا استغفر الله إيه؟ يعني ترى اديتها مع المسؤول إيه؟ ابشر حاول يا ولا وشي فاء فاء انقفوا نقول انا هبت حبوب هاي يا شيخ مي فاء ما يصير ابو محمد تراه يحوس الدنيا لا والله ما حوس انا خابر حبيب ثم قام عندنا إيه؟ بس لا تقول عند كل شيء انت لا عندنا عندنا فاء ولا اي حرف بس عندنا موكليني موكليني انا معطيني هالبيت وقاعد يرسلون لك معلمينك لا لا هم موكلين هبت حبوب الشمال وبردها شيني ما يدفن مشتعلها لو تليناها فاء فاء لا 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 طيب كمل كمل البيت كمل كمل البيت هبت حبوب الشمال وبردها شيني ايوه ما يدفن مشتعلها لو تلينا لو طيب من اللي معطيك البيت هذا مو انا قلت لك صح بس انا قلت كمل البيت طيب كمله كمل عشان تعرف انه مشتركين جميعا 500 كملك يا اخوي قال قصيدة كلها 500
و490 ما نقصوا شيء بدهم. لا 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 كاملة كاملة أبو عبد الرحمن. أنا كمعلم هذا التحكيم فيه شيء يعني. ليش صراحة الحين قلها أنت كاملة قلها هبة هبوب الشمال وما بدها شيء. لا لا قبلها قبلها الجولة الرابعة الجولة الرابعة قطع واجد. لا ما قطع لا لا شغلة زين. حنا توقعنا من عندك 350 باقي سؤال لهم لا لا خلص 500 بدينا من عندنا. إيه إيه. معلش يا ابو انا توقعت عبد الرحمن لا لا في في جنبك اخاف الحج ان شاء الله ما احكم لكم ولا اوزع لكم ورث ولا اوزع لكم شيء. لا لا الناس الحبيبين ومقبوا علي 500 490. خلاص ليش؟ لان البيت مرتين ابو عمر مو بيكمل بس بس اني جبته ونعم بس عاد انها في عرجه. اذا خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم ان شاء الله.